ومعنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سيد احمد والبابا. استاذ احمد بابا اهلا وسهلا بك. انتهى الاسبوع الاول من زياره الرئيس، كيف تابعت هذه الزياره؟ طبعا هي زياره لم تخرج عن السياق المعتاد في الزيارات السابقه، هي في البدايه كما اعلن الرئيس محمد عبد العزيز اكثر من مره واعلن الطاقم الوزاري المرافق له، هي زياره تفقد واطلاع، الهدف منها هو الاطلاع على المشاريع التي تم انجازها في المأمورية الاولى للرئيس واستكشاف النقص وهو كثير للغايه، كما عبر عن الرئيس في اكثر من مؤتمر صحفي عقده بعد الحوضين والعصابه وتل الزمور، وهي ايضا كذلك زياره تتضمن تدشين مشاريع، وان كانت المشاريع في الغالب قليله وتتعلق اساسا بالماء والكهرباء. اعتقد ان ما يلاحظ ما يعطي لزياره البراكن ميزه عن بقيه الزيارات الاخرى هي ان تفتح ملفين اساسيين ظل حديث النخبه السياسيه خلال الفتره الماضيه، وهما ملف الاحصاء الاداري الذي كان الاحصاء السكان الذي كان احدى اهم المشاكل التي عانت منها موريتانيا خلال المأمورية الأولى ومناطق الضفة بالأساس خلال الفترة المنصرمة، وكذلك مشكل قطع الأراضي. وأعتقد أن الرئيس اليوم أراد أن يطمئن السكان المحليين بأن الدولة الموريتانية بأن الحكومة الموريتانية بأن النخبة التي تتولى تسيير البلد غير مفرطة، وهو حاول أن يرد على الانتقادات التي وجهت له من خلال إهمال مطالب السكان في الأراضي، وذلك عن طريق تدشين مزرعة والأمر بتقسيمها على من سمتهم الجهات الرسمية بفقراء المنطقة. تتميز ولاية البراكنة بتنوع سكانها، كيف انعكس ذلك على الزيارة؟ هو طبعا انعكس في الاستقبالات التي نظمها السكان، وهو أمر طبيعي في موريتانيا بكل تقريبا الولايات، يتعكس هذا المزيج من التلاقح الثقافي والعرقي والفئوي، وبالتالي كانت كل الأطراف تقريبا حاضرة في المنطقة، لا شديدة يميز مناطق الضفة عن غيرها من المناطق، الجميع كان حاضر، جميع الفئات، جميع الأعراق، ولكن كانت المطالب أيضا هي مطالب كل الموريتانيين، هي الماء، هي الكهرباء، هي الصحة، هي التعليم إلى غير ذلك. أولويات التنمية في ولاية البراكنة هل تختلف عن أولويات التنمية في الولايات الأخرى؟ طبيعي جدا، التنمية في البراكنة تعتمد بالأساس أو في المناطق الضفة بالأساس على موضوع الزراعة، أعتقد أنه هو الذي يميز هذه المنطقة عن غيرها من المناطق التي تعتمد على المناجم كما هو حال وتل الزمور، أو على الثروة الماشية كما هو حال ولاية الحوضين والعصابة، وبالتالي منطقة البراكنة، منطقة غورغان في المحطة القادمة والسليبابي، أعتقد أن الذي ينبغي أن تخاطب به النخبة المحلية والسكان المحليين هو تعزيز النفاذ إلى الموارد الطبيعة، إلى المناطق الزراعية، إلى تفعيل الموجود منها وإعطاء مساحات أخرى للزراعة، بالتالي زراعة المناطق الضفة تتميز بمنطقها الزراعي أكثر من أي منطقة أخرى، ومن المؤسف أن تكون مستوى التنمية كما شاهدناه اليوم رغم أن البلاد استقلت 1960 وهذه المناطق مطلة على نهر السنغال وهو أطول ثاني أطول نهر في القارة، وكذلك لديها موارد أخرى. يتميز ظرف هذه الزيارة بكونها جاءت وسط مناخ صعب وحار يطبعه البحث عن الأعلاف والماء في الشق الرعوي وصعوبات تواجه السكان المزارعين. هذه احدى النقاط التي اخذت على الرئيس محمد عبد العزيز بان الزيارات التي برمجها الولايات الداخليه برمجها في منطق في ظرف صعب، سواء تعلق الامر بالمنمين او المزارعين لان ارتفاع درجه الحراره وصعوبه الوصول الى كل المناطق، ولكن الرئيس والطاقم الذي يحيط به يبررون الامر بانهم ارادوا ان يكونوا مع السكان في الاوقات الصعبه، ارادوا ان يطلعوا على واقع الناس في هذا الظرف بالذات، وانهم ليسوا مجرد السياح كما قالوا في اكثر من مره، ولكن دون شك هو الامر مرهق، واعتقد انك اذا لاحظتي الصور الوارده من الداخل يمكنك ان تميزي تاثير المناخ على السكان وحتى على الزوار من وجهه الحكومي ورئيس. الكاتب الصحفي سيد احمد البابا شكرا جزيلا لك. شكرا.